تحية للحضور من أبناء الشعب اللي حضروا كيساندوا سليمان في المحنة ديالو. تحية لكافة الإطارات التقدمية اللي كتحضر معنا اليوم واللي كتدعم القضية ديال سليمان وكتساندوا في المحنة. كنشكر الصحفي الحر حميد المهداوي للحضور ديالو معنا في هذا المهرجان الخطابي. ولا يفوتني أن أدين التصرف الأخلاقي اللي وقع السادة بشرى البارح في أثناء منع الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع سليمان الريسوني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أخلاقيات هذا المخزن المستبد الذي يتحرش بنا جميعا، يتحرش بالأساتذة، يتحرش بالصحفيين، ويقمع أبناء الشعب وبنات الشعب جميعا. للأسف لم نكن نتمنى نصل لهذا المستوى، ولكن هذا الشيء اللي كاين. إذا نطلب منا أننا نوقفوا صف واحد ضد هذا الظلم وهذا البؤس اللي عايشين فيه في المغرب. محاكمة ديال سليمان والاعتقال ديال سليمان جا في سياق بالنسبة ليا اعتقال الصحفي المهداوي كذلك نفس أساليب القمع والإخراج ديال الأصوات الحرة. المهداوي هاجر الريسوني، هادو ناس كيتعتقلوا هكذا في وجهك على وجهك أبن عدي. المهداوي دخل دبابات، هذا العبث. شنو غادي نقول لكم؟ حنا كعائلة صراحة لا يخفى عليكم أنه يعني الناس ما كيديناش. هادي سليمان الريسوني باش نقول لكم، أنا كابن أختو زرتو في زيارة استثنائية أواخر مارس، يعني من بعد الوفاة ديال الأخ ديالو، عطاونا زيارة استثنائية مشينا كعائلة. سليمان قبل ما يدخل إضرام على الطعام كان كيوزن، غيكون كيوزن 60 كيلو، 63 كيلو كاع. يعني أنا عمري في الحياة ديالي ما شفت سليمان بديك ديك العالم، ولكن كانت معنوياته بصح كانت معنوياته مزيانه. ملي هضرنا معاه انا حسيت به بحال اللي كان متفائل. ربما صافي قال الناس هو سنه ديال الاعتقال، سنه ديال التكرفيس والتشهير والخطر والزبل. انا الاحساس ديالي حسيت بانه كان متفائل وبان الفرج غادي يكون قريب، ولكن للاسف المسؤولين خسروا طريق واحد اخر. ندير كذلك الجلاب الاول التامك محمد التامك اللي قال لك سيدي 50 يوم في الجوع وانت في حاله عاديه، وهذا ليس غريب على المندوبيه ديال السجون وعلى السيد التامك. هذه البلاغات، هذا رجل مهووس بالبلاغات الفارغه، وشخصيا احس بانه يمكن حقدا شخصيا سليمان الريسوني. كما كيكونوا الحقد مجموعه ديال الصحافه اللي باغيين يرجعوا لنا اليوم في المغرب، هذا شحفان العميل شحيتينا سماه سليمان. سليمان حالفين فيه كلشي، حالفين فيه. واللي بغيت نتير انا وما عرفتش واش تتفقوا معايا فيها، انا كيبان لي هاد الصحافه اللي كنسميوها هاد الصحافه المراحل تمكن لاداء سليمان بواحد الشكل خطير، ولا ما كانت هي السبب الاول مر الاعتقال ديالو. لان يعني كيما فسدوا لنا المؤسسات، كيما فسدوا لنا المجتمع، كيفسدوا حتى الصحافه. المهداوي ما كيعجبوش، المهداوي ماشي صحفي. لا والله قال له سليمان الريسوني ماشي صحفي. لا ماشي صحفي. ماشي صحفي ولكن رجل حر. المهم يعني ما بدي اي كلمه ديال العائله ما خصنيش طبعا لا داعي لأعطيل. كنحيي الناس من مختلف يعني المشارب اللي ضمت معنا، وكنتمنى اننا نشوفوا سليمان حر، يعني حر يعني برا اصوات السجن. اما حر فهو انسان حر، وكفى من هذا الظلم، كفى من هذا العبث،
سليمان قلم حر. سليمان حنا كنفتقدو، حنا كاملين ماشي كعائله، كشعب مغربي، هاد الانسان اللي كيكتب مقالات بالتحليل كيعطي الراي ديالو، كيبذل مجهود فهمت كونت هذه الخدمه ديالو، اخر نجار كيدير نجاره، الناس الصحفيين كيديروا الصحافه. وشكرا لحضوركم، تحيه لكم.